سنه 71 امام نفس الفريق امام اتحاد العاصمه اللي راهو يظهر اليوم بلباس ابيض. ونعطيكم التشكيله تاع الفريقين: اتحاد الجزائر زرقاء، زريبط، دباح، سعدي، كدو، عبدوش، بروجي، عبدي، عطوي، مزياني وعيسوي. مولودي الجزائر ايت مهوب، رقم 2 محيوز، رقم 3 عمروس، 4 باشطة، زمير، مالوفي، بطروني، باشي، بوسري، عيزل، دراوي وعزوز كاوا، لاعبين احتياطيين. المدرب خبطوا بهذا عطوي ومزياني امام ضربه البدايه من عناصر اتحاد العاصمه. ينطلق اتحاد العاصمه من اليسار الى اليمين بلباس احمر، اما اللباس الابيض كما كنت نذكر فهو لمولوديه الجزائر. مزياني معاه بروجي على الجهه اليمنى من امام زنير، عطوي يسجل اول هدف امام ايت مهوب. عطوي تمريرة قام بها مزياني، بروجي، عطوي بكل روعة يسجل أول هدف بعد 18 دقيقة من الشوط الأول. مرة أخرى ترجع لعزوز، دراوي في هربة من ناحية الجناح الأيسر، وربما الهدف. هدف التعادل، وهذا في الدقيقة 36 من هذا الشوط. هدف جميل جاء إثر تمريرة من الجناح الأيسر دراوي اللاعب الدولي. النتيجة متعادلة 1-1 بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر. محيوز، محيوز، بطروني كذلك في هربة من جديد، مرة أخرى وجه لوجه أمام زرقاء، وكاوا يسجل. كاوا اللي يحمل رقم 12 بعد هربة يسجل الهدف الثاني بعد 6 دقائق من الوقت الإضافي. تنطلق المقابلة من جديد، بطروني على الجهة اليمنى، بطروني من عند بوسري، وجه لوجه كذلك مرة أخرى مع الزرقاء ويسجل الهدف الثالث. بوسري بعد هربة، والدفاع متاع اتحاد الجزائر كان أخذ عن غرة، كان ينتظر من دون ما يعمل حتى شيء. هربة الأولى أقل من دقيقة، بوسري وبطروني هما اللي سجلوا الهدف الثالث. عبدي، هجوم معاكس، باشي، بطروني وحده نازل، ربما الهدف الرابع يخرج زرقاء، وهكذا تبقى الشبكة بدون حراسة، وبطروني يسجل الهدف الرابع لصالح مولودية الجزائر، وهذا في دقيقة 12 من الشوط الثاني أو من المرحلة الثانية، أقل من 3 دقائق. النتيجة 4-1 بالنسبة ل اتحاد الجزائر. يحاول باش يسجل هدف ثاني ربما، ويسجلوا عطوي، وهذا في الدقيقة الأخيرة من المقابلة. عطوي سجل الهدف الثاني، وهكذا يعلن السيد الحكم بن غزال عن